عطية مرعي من مغربي لعقل العقل البحر. أول حال دا إحنا كنا صغيرين، دا كنت معنا مشاكل، أبونا دخل السجن، أخواتنا صغيرين، كنا نتدلل أنا وأخواتي، إحنا سبع بنات نتدلل نصيدوا، ومعنا شغل واد واحد ونشتغل ونكد على رواحنا لغاية أبونا مطلع من السجن. أراد ربنا وتدوز خدت الرجل ده، الرجل ده فقروا على كد حالي، خلفت منه 10 عيال، 6 ولد و4 بنات، دوست بيت قوتنا، الواد سابني ومشيت، خد مرته وخدها متدوزة من البحر وهو شغال في مصر، وسابنا ومش مسألش عليه. ولد قاعدين معايا فيهم واحد، ايه طبعا الدماء هنا، هو اسمه بنت سليمان، دول دماء الشعون يا زنب، حطوا له هو شغال يعني دايما الشغل، راح حطوا له المخدرات وحطوا له البرشام، حرطموه دخلوه السجن من عند الضحية لسه طالع، كملش 10 ايام، قمت نرمح ونستلف من دو من دي لغاية ما طلعت من السجن. بعد كده هو دوزتها هي البنية، كدشت على كد حالي، وادي الفلوكة، واديك شايف الرجل يقول لك كنا نصيده زمان مصادر رهيب، كل واحد على الميت خلص يبيع لها في اليوم 70-80 جنيه، 100 جنيه، احنا مع الصعيد تعمل مع مثلا انت أدي لك نص كيلو عدس، علب السدائر، كيلو سكر، باكو شاي، هتسند وتقدر توفر منها. لكني انت دلقيت أدي بكيلو سكر ب10 جنيه بيت فيه 15 نفر، وهدي باكو شاي الان هيعمل، قول لي يعمل ايه؟ والحالة يعني يقبض الراجل، يقبض وهو معايا عيلين في المدرسة، معايا عيل وراك عيان، انا ما قدرش نعال، اقسم بالله ما قدر نعال، معايا برضي أبوهم عايز عملية، والعملية تصرف 20,000 جنيه، بس معيش المبلغ ده نعم. أنا دنشت البيت دي هسا عادتني الناس، وولد عمي وقفوا معايا لغاية ما بنات دنشت البيت دي عشان ضروري، قامت فيا النار قبل كده، في ناس ولعت فيا وحرقتني، ما عاد لهم بتسلمها، هرقونا قبل كده هو، والناس تلمت ناسي تلموا مع بعض وعملوا لي البيت ده هو. فمن فينك إنك أنت حد يساعدك؟ مين يساعدك؟ ورحت نقدم في الشؤون، ما قالوا معاش السيسي، رحت نقدم، قالوا لي دوزك هيقبل، طب دوز هيقبل، لكني دوز رد الفجر. تعكر فيه، وديك شايف المنظر، المنظر وحرقي فيه سمك، اقسم بالله خسرت، اقول لك بعمر 10 جنيه، وروحت اقول لك عندها وشكل خط، نقول الحمد لله ما ضاقت الا المفرد، ما في شيء، ما فيش حد هموت من الدوء، يعني ما حدش هموت من الدوء، والحمد لله في الصعيد الناس حمدا. وبعدين انا مسكنه، انا ساكنه في الطعم، الرد اللي ديه معايا دي هو يوافق الترع، نزلت عطيه تقول على الدرع العام، الحمد لله العيش، انك انت عشان تعيش وتعيش العيال تقدر ولا تعمل، انك انت توقف يوم تعيش يوم عيش، انك ما فيش هذا، ما فيش انك من انتجاع، غيرين بعد عن الكدك هاي الساتت انه هو مش عندنا شحال، وانت تلقيت عيل ما متوظفش، ما قدرتش نساعده، انا فيهم واحد تلقيتي بطل ثالث اعدادي شغال في المزارع، يطلع مع الناس اللي تلم للبطاقس دي،
ما معيش تاني برضه، ما قدرتش نساعد، ما معيش نساعد نعلم عيل. معايا اثنين قاعدين في المدرسه وواحده في اولى اعدادي، اقسم بالله خد الدقف كانت تروح تاخد دروس، دمعياتها في المدرسه ده مدموعه، هيفت ما قدرتش نديها شهر، راحوا رافضين بنت من المدموعه، طلعوها من المدموعه في المدرسه. ما خلاص عملت تاني. طب ليه البحر؟ انا ما امتحت الصفر الدبي منين؟ ديني تقدر اخر النهار نشتغل فيها واخر النهار ندفع ايجار. كم؟ 10 15 دنيه، 20 دنيه، 30 دنيه، ممكن يفرض عليك يتقبف في عزمن ما البحر صيد ما رضاش يديك المركب. شو عندك؟ العيشة هنا هوا دول كل حاجة وما فيش، انك انت ما معكش فلوس موت من الدنيا، تعرف ما حدش يبص عليك. واوعى تقول انك ان يعني هو اقصى حدا عمي اخ ابوها. شوف انا بنتي عمها اخ ابوها لما ان هو خدها وحصلت لها الحادثة طب عليها ودها 3 اشهر في القصر. الناس كانت تساعدني منه ومنه، هو ما داش في مرة وساعدني وما تديده البت اخوه تلف ايدي، ولا هو رن عليها وقال لها عاملة ايه ولا شيء لها 100 ريال يعني مساعد ما ساعدهاش. ايه اللي تعمل انك انت تديب حد، انك انت تدور عليه ولا حاجه؟ تجميل تجميل تجميل.